قال محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال قرر السماح لكبار السن الذين تجاوزوا 70 عاما بركوب جميع وسائل هيئة النقل العام بالمجان، كما تم السماح لكبار السن الذين تجاوزوا 60 عاما بركوب جميع وسائل الهيئة بنصف تذكرة. وقال محافظ القاهرة إن هاتين الفئتين لا تحتاجان أي إجراءات سوى أن يبرز الراكب للمحصل بطاقة الرقم القومي أو أن تكون هذه البطاقة سارية حتى يتم تطبيق هذا الإعفاء عليها. وأكد المحافظ أن هذا القرار جاء لتخفيف العبء عن كبار السن عرفانا بالجميع لهذه الفئة التي خدمت الوطن في مختلف المجالات، وتنفيذا لتوجيهات الدولة أو توجهات الدولة في هذا الشأن. عبر الهاتف اللواء إبراهيم عوض المتحدث الرسمي لمحافظة القاهرة. سيادة اللواء أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين يا فندم. لو توضح لنا تفاصيل هذا القرار المهم والانساني لاقصى درجه، يعني ازاي جاءت التفكير في هذا القرار وكيف من الممكن ان يطبق، وازاي ايضا هيعود على هذه الفئه تحديدا فئه كبار السن؟ حضرتك، هو تنفيذا لتوجهات القياده السياسيه وتوجهات الدوله بتخفيف العبء عن المواطنين وخاصه كبار السن عرفانا بالجميل لهذه الفئة التي خدمت الوطن في مختلف المجالات. والتوجيه اللي زي ما حضرتك قلت الحالات الناحية الإنسانية صحيح، وأقصى عناية بيهم في كافة المجالات. قرر النهاردة سيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالسماح بركوب كبار السن الذين تجاوزوا 70 عاما جميع وسائل هيئة النقل العام مجانا، جميع وسائل هيئة النقل العام مجانا، واللي تجاوزوا 60 تجاوز 60 ده بركوب اللي هو 60 ركوب جميع وسائل هيئة النقل العام بنصف تذكرة. وزي ما حضرتك قلتي ان كل ده بيبرز بس البطاقة بتاعته الشخصية، بطاقة الرقم القومي تكون سارية. طيب وبنرد بعد اذن حضرتك عن اللي المعلوم القوى الشر اللي بتحاول تعمل متسفه من اي عمل، وبيقول ان اللي يركب القطر اللي معاه شنطه هيدفع عليها فلوس. احنا بنرد على الناس المشككين اللي هم بيشككوا في كل حاجه بتعملها الدوله. هو طبعا يعني بصرف النظر عن طبيعه اي اجراء او اي قرار بيتم سياده اللواء سواء كان على المستوى التنفيذي، يعني على المستوى التنفيذ المشروعات او تنفيذ اي شيء على الارض او على المستوى الانساني، دايما بيكون هناك تشكيك ودايما بيكون في حمله من المعلومات المغلوطه والشائعات. طيب خليني اسال حضرتك مدى الاستجابه، يعني شفتوا استجابات من المواطنين بعد هذا القرار حتى لو كان على وسائل التواصل الاجتماعي، على صفحه الصفحه الرسميه للمحافظه، في ترحيب، في ازاي ممكن توصفه لنا ايضا؟ ترحيب، انا اقول لحضرتك احنا وصلنا حوالي 130 الف حتى الان دخول على الصفحه، وال يعني من ساعه ما صدر القرار باعجاب كل المواطنين معجبين جدا من هذا القرار وبيطلبوا نعلي اكتر من الحاجات دي. وانا عايز احيط حضرتك احنا كنا امبارح برضو فاتحين في الحديقه الدوليه سيادته، وافتتح معرض مستلزمات الاسره والمدارس وبالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيره والمتوسطه وبعض الحرف واليدويه، ودشنا يوم الخميس برضو حمله على مستوى 38 حي، ان احنا هنعمل 38 معرض على مستوى 38 حي بنعرض فيه المستلزمات المدارس تخفيض بنسبه يصل من 30 ل 50%، وتم توزيع اكثر من 3000 شنطه مجانيه على الاسر الاكثر احتياجا بالتنسيق مع التضامن والجمعيات الاهليه. طيب يعني طبعا كلها اجراءات مهمه جدا سياده اللواء، لكن عايزه اعرف من حضرتك كمان هل هناك اي اجراءات جديده او اي قرارات جديده ستقوم بها المحافظه في الفتره القادمه؟ يعني حضرتك يمكن قلت لنا اللي حصل بالامس والقرار كمان المهم الخاص بكبار السن، هل في اي ايضا اجراءات او مشروعات بتعمل عليها المحافظه خلال الايام القادمه؟ هو ان شاء الله حضرتك احنا في الايام القادمه، انا قلت لحضرتك ان شاء الله هندشن على مستوى 38 حي من هنا الاول بدء الدراسه ان شاء الله، معارض على مستوى جميع الاحياء، معارض مستلزمات المدارس ان شاء الله على مستوى جميع الاحياء.
بإذن الله. نعم، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه التفاصيل وهذه المعلومات، اللواء إبراهيم عوض المتحدث الرسمي لمحافظة القاهرة. أيضا